بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نريد بإذن الله تعالى أن نتدارس في هذه الليلة المباركة ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من أن السعادة تكون بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن العبد إذا أعطي شكر، والأمر الثاني إذا ابتلي صبر، والأمر الثالث إذا أذنب استغفر. هذا السعيد. فالسعيد تراه عند النعمة شاكر، وعند المصيبة صابر، وعند المعصية مستغفر. هذا هو السعيد. ولو تنظر في أحوال الناس في هذه الأيام تجد أن الناس لا يخرجوا عن هذه الأحوال الثلاثة. الأمر الأول إذا أعطي شكر. أولا، قبل أن نتكلم على كيف يكون الشكر، لابد أن نعلم أن النعمة ابتلاء. النعمة ابتلاء. كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي ابتلاء. ما الدليل؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. إن ثلاثة من بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم. إذن كل ما بك من نعمة فهي ابتلاء من الله. كيف تخرج من هذا الابتلاء؟ لأن الناس في النعمة إما شاكر أو كافر، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ليبلوني أشكر أم أكفر. أصبح من عبادي، يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة وهي الغيث. كيف تشكر النعم؟ النعم لابد لها من تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره، ولابد لها من شكر بعد أن تأتي بالقلب واللسان والجوارح. هذه النعمة. إذن الخروج والخلاص من هذا الابتلاء، وحتى لا نكفر النعم، لابد قبل أن تأتي النعم أن نتعلق بالله لا بغيره، وبعد أن تأتي النعمة لابد أن تشكر بالقلب واللسان والجوارح. قبل أن تأتي النعمة تتعلق بالله لا بغيره. يمشي بعض الناس في الطريق ويرى القصور والعمائر والطائرات والسيارات والقطارات ومتاع الدنيا، عقارات وغيره، زوجات وغيره، ويتمنى، يتحدث مع نفسه أو يحدث الشيطان لعله، يقول له لو يتعرف عليك فلان التاجر أو الرئيس أو الوزير أو الملياردير ويعطيك شيك مفتوح، أو يقول خذ ما شئت، امتلك من هذه البلاد ما شئت ودع ما شئت. صح؟ أكثر الناس على هذا. الجنة تطلب من من؟ من يعرف؟ الجنة تطلب من من؟ من الله. ولا يستطيع أحد على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، الرزق أطلب من من؟ من الله. إذن هذه الوساوس من إبليس، وهذا تعلق بغير الله. وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. هؤلاء يموتوا. ولهذا عندما تسمع الآن بعض الناس، ماذا صنع لنا الحكام؟ ماذا صنع لنا العلماء؟ أين العروبة؟ ماذا تريد من العروبة؟ وماذا تريد من الحكام؟ ماذا تريد من هؤلاء؟ هل هؤلاء يملكون الرزق؟ ولذلك عندما اعتمد هؤلاء على من يموت وعلى الفقراء ذلوا، نسأل الله العافية والسلامة.